প্রিয় উপস্থিতি, এই পর্যায়ে এলএম বিষয়ক বক্তৃতা নিয়ে মঞ্চে আসছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম বর্ষের ছাত্র ভাই মোহাম্মদ সামিদ হাসান। أيها الحاضرون قد جرايا في عصرنا الحاضر علوم كثير مما يتعلق بالدنيا من علم الطب والهندسة والسيادة والجغرافية والحساب وغير ذلك وليست هذه العلوم من خاصة البشرية فإنها يشمل فيها الإنسان والأنعام والطير والقرد والسمك والنمل والنحل وغير ذلك من الحيوانات ولا ننكر فضلها مطلقا فإن أمور الدنيا تحصل بها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع أنتم أعلم مني بأمور دنياكم أيها الأصدقاء العلم وصيلة إلى التقوى الذي يستحق المرء به الكرامة عند الله تعالى والسعادة الأبدية وقد قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال الشاعر تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد هو العلم الهادي إلى سنان الهدى والحسن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متودعا أشد على الشيطان من ألف عابد أيها الأشداء وإن لهذا العلم أهمية بالغة لا نهاية لها ولا حد لها وبهذا العلم تحصل حامل القرآن يا حامل القرآن.